ها هي آلات المعامل التابعة لوزارة الصناعة، كأنها تحاكي واقع يعمل بالضد من المنتوج المحلي. روتين معقد وصل مبتغاه من تعطيل عجلة الصناعة العراقية، والتي بحسب المختصين لا يمكن أن تنهض في ظل الأجواء الحالية والخضوع لإيرادات الخارج لإبقاء الوضع على ما هو عليه. هناك مستثمرين سواء محليين أو حتى من الخارج عندهم رغبة لإقامة العديد من المشاريع الصناعية في البصرة، لكن كما ذكرت لك لابد أن تكون هناك إرادة وهناك رؤية لدى الحكومة المحلية والمركزية حتى تعمل على إنشاء هذه المصانع أو على الأقل إعادة إحياء المصانع القديمة. أولا يتوجب دراسة إعادة تأهيل المصانع والمصافي وكل ما يتعلق بشكل عام بالاقتصاد العراقي. أما في القطاع النفطي فإعادة تأهيل الصناعات المرتبطة بالصناعة النفطية والغازية وإعادة تشغيل المعامل المرتبطة بالاقتصاد بشكل عام. تحويل المناصب التي تتسنم ملف الصناعة في العراق إلى محاصصة حزبية تملى عليها شروط الأحزاب المتنفذة يجب أن يقابل بثورة دعم لمشاريع الأكاديميين والمختصين برسم سياسة صناعية تشغيلية طويلة الأمد تجعل من العراق البلد الذي يصدر ما هو غير النفط ومشتقاته. التركيز على تنمية ودعم مشاريع التخرج لأنها مشاريع علمية طبعا، مشاريع مرتبطة بالواقع من أجل تطوير الاقتصاد، دعم الاقتصاد من أجل أن يعود بالفائدة من خلال تحقيق حياة كريمة للمواطن العراقي. ظننا انحسار كبير في الرقعة الخضراء في محافظة البصرة، وأيضا توقف عدد كبير من المشاريع الصناعية القائمة سواء الكبرى أو الصغيرة أو المتوسطة بسبب هجرة رؤوس الأموال بشكل كبير وعدم إتاحة الفرصة أيضا للقطاع الخاص بالمساهمة بشكل ودعمه بشكل كبير حتى يساهم مساهمة فعالة في تنمية هذه المحافظة. يقول الصناعيون إن غياب الدعم أو بالأحرى الفشل الوزاري بإدارة دفة الصناعة وإعادتها للمسار الصحيح ساهم بتفشي البطالة وضياع الأيدي العاملة. أرشيف قناة التغيير في تقاطعات البصرة كان كافيا لإيصال الرسالة ورفع صوت التنبيه للجهات الحكومية المختصة بضرورة تسليط ضوء الإقالة أو المحاسبة لمن هم سببا بتراجع الصناعة المحلية. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.